الشارع يطالبكم بأن تحددوا موقفكم. كأن الوساطة تطالب بإسرائيل أيضا. يا سعد أين هو الحرية تغيير ذلك؟ بارك الله فيك. إن الاجتماع الذي كان مقرر أن ينعقد هذا المساء بين وفد إعلان الحرية والتغيير ووفد المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد تأجل إلى غد نزولا عند رغبة الحرية والتغيير بمزيد من المشاورات. ولقد قبل مشكورا وفد المجلس العسكري الانتقالي هذا الطلب، وبالتالي وبحول الله سينعقد الاجتماع غدا إن شاء الله. Thank you.